نسيت أعرفكم على أبو فهد. أبو فهد موظف لطيف بأحد القطاعات. بيوم من الأيام كان يتصفح موقع وظهر له هالشخص غير اللطيف. مرحبا، أنا النصوبي. هل تحلم بالثراء السريع؟ هل مليت من وظيفتك وراء المكتب؟ انتبه معي للشرح وبخليك أغنى من كل أحلامك. أبو فهد على نياته وصدق هالرجل وحول له مبلغ ضخم عشان يبدأ يضارب فيه في الفوكس، بالتحديد في سهم شركة جلد الفيل المتحدة، وينتظر الأيام ويرسم الأحلام عشان يصير غني. لكن الخبر السيء أنه تعرض لعملية نصب أكبر من الفيل، تراكمت عليه الديون وتدهورت حالته المادية وترك وظيفته. أبو فهد جالس على الرصيف يشحذ.